ازيك؟ اتاخرت ليه؟ ايه اخبارك؟ مفيش، انا جيت على طول اول ما كلمتيني. ولا كانوا سجارتين؟ لا لا والله. ايه بقى المفاجاه اللي انت قلت لي عليها دي؟ عملت مجله. مجله؟ ايه مجله حائط دي ولا ايه؟ ايه مجله حائط دي؟ مجله بتطبع. انت يا بنتي ازاي سريعه كده؟ حركتك سريعه جدا. ايوه ربنا بيحبني. اسمها ايه المجله دي؟ الرجل. رجلي ايه؟ انت شارب سيجارتين ولا ايه؟ الرجل ده. ايه دي مجله جزم دي ولا ايه؟ الرجل. الرجل يا الرجل. الرجل. ودي هتكتبي فيها ايه دي؟ سياسيه دي ولا رياضيه ولا كل حاجه؟ سياسيه واجتماعيه واقتصاديه. انتوا بلاويكوا كتير. وانا هلحق. ماشي. بصي، انت من ساعه ما رجعتي مصر وانت مصممه تتحبسي. على قوم براحتك. اسمع مني بقى المفاجاه دي. ايه؟ الواد فوزي. كلمته امبارح ما ردش عليا. ولا هيرد عليك. ليه؟ عقبالي عندك استشيخ. استشيخ يا راجل؟ اه والله. ازاي يعني؟ جالي امبارح بيقول ان هو قاعد مع واحد شيخ، بيقول انه كويس يعني، وقعد معاه وينصحه خلاه يبطل حشيش. ده جه اداني مفتاح الغواص، قال لي مش جاي تاني. بص، المشكله بقى ان هو عايزني اروح معاه، بس انا الحقيقه مش عايز. ليه؟ بصي، الواد فوز ده هوائي شويه، يعني تلاقيه يشبك في الحاجه وبعدين يسيبها وبعدين يروح. انت مالك ومال فوزي؟ ما تروح يمكن تسمع كلمتين كده من راجل بتاع ربنا تهدي نفسيتك. بص انا مش في السكه دي. انت تروح تقعدي مع الناس دي تلاقيه يكلمك ويتدحلب بالكلام ويقول لك كلمتين ناعمين، وفي الاخر هو عايز يسيطر عليكي ويخليكي تابع ليه وبتاع. لا لا سيف، لازم تتعلم ازاي تبقى نحله. نحله؟ دي شتيمه دي ولا ايه؟ لا يعني تتعلم تاخد من كل حاجه الحلاوه بتاعتها بس. بتاع مصلحتي يعني؟ لا طبعا، يعني رحت ولقيته راجل كويس وبيقول كلام بتاع ربنا وهدى نفسيتك تمام. ما لقيتوش كده امشي وسيبه، هتخسر ايه؟ بس هو فوزي كلمني النهارده الحقيقه ما رضيتش عليه. بس بقى اروح له بكره ولا بعده ما يجراش حاجه. ايوه مش هتخسر حاجه. بس بقى سيبك من الكلام ده. بما انك بقى قررتي تكتبي وعملتي مجله للرجاله وبتاع. ايوه. انا بعد ما قعدت مع نفسي كده وضربت سجارتين حلوين توصلت الى فلسفه عميقه وجديده وما اتعملتش قبل كده. قول يا فيلسوف. انا اكتشفت ليه انا وهديل علاقتنا كده ببعض. كده ازاي يعني؟ يعني ليه انا وهديل مش مبسوطين مع بعض؟ ليه بقى؟ علشان انا لما اتجوزت هديل لاني ما كنتش بكر. بكر؟ بكر. انت عارف انا لما كنت بروح افراح اصحابي كنت بتريق عليهم، اقول له يا ابني هي دي اول مره تلمس فيه واحده ست؟ يقول لي اقول له يا نهار اسود يا عبيط. طلعت انا اللي عبيط. انت عارف انا ما كنتش حكيت قبل الجواز، ما كانش ده بقى حالي. العك ده على فكره ضرني جدا، ما نفعنيش. والراجل لازم يكون بكر قبل الجواز زي الست بالظبط. روبة سيف. لا صحيح. والغريب ان اصحابي اللي معكوش قبل الجواز مبسوطين لغايه دلوقتي مع مرضاتهم. بس يعني في ناس بعد الجواز ممكن عينيهم بتتفتح شويه. بص، دي رجالة أنا مولودة، بس أنا ما كنتش من النوع ده من الرجالة. الله يسامحهم بقى اللي ما خلونيش بكري قبل الجواز. هبة إيدز ورانيا عوة. مين دول يا سيف؟ دول الوحوش اللي ما بيرحموش. بينهم لله. مش ممكن. ده أنا شفت أيام هنجي. يا بختك. بخت ايه؟ ما انا مش نايل معكوك فيها لغايه دلوقتي. الواحد مرتاح. يلا مبروك على المجله. انا بارك فيك. بس اوعي تكتبي الكلام ده في المجله. هكتب. لا وتضحي بك. الرجل.